عليكم متابعين قناة سامي ساكين. اليوم راح نتطرق للحاجات اللي ممنوع ديرها وانت في تركيا سواء كنت مقيم او سائح. ما تنساوش تتابعونا بعد الجينيريك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب. شفتوا العنوان والمينياتور، اكيد راكم تتسائلوا واش هي الحاجات اللي ما يحبوهاش الاتراك. اليوم انا جبت لكم هادو من تجربتي الخاصه هنا في تركيا. تجربتي الخاصه في تركيا، اول صدمه صارت لي هنايا هي السياسه. ممنوع تحكي في السياسه رقم واحد، لانه ممكن انت تجي تقول له مثلا احنا الجزائريين، تقول له اردوغان ولا تقول له هاك وتقول له هاك، راح تصير مشكل. ممكن راح تطيح في واحد اللي عنده حزب معارض، راح تولي عندك مشكله، وهذا ما راح تخدم معه حاجه، راح يبعد عليك كامل، ممكن يروح ويخليك، راح تكون عندك صدمه. على هذا الشيء ايفيتي الهضره هذه على السياسه. السياسه ما يحبوهاش رقم واحد، ممنوع تحكي فيها. الشعب التركي يحب تركيا، لهذا الشعب التركي ينتج بزاف. رقم اثنين، الشعب التركي يحب تركيا، ينتج، يخدم 14 ساعه 16 ساعه ما يهموش، لانه يخدم وخلاص، هذا واش يعرف. لهذا الشيء هم يحبوا بلادهم بزاف. و اتونسيون تروح تقول له تركيا ماشي مليحه ولا هذيك. ثالث شيء، هما يحبوا العالم، العالم تاعهم متمسكين فيه لدرجه كبيره، لانهم عندهم معلم واحد يوحدهم، عالم واحد يوحدهم. فهمتوا يا جماعه؟ يعني طايحين عليه، ما يخموش في حاجه واحده اخرى. وعندهم ثاني ديك حاجه اخرى، الرمز تاعهم اتاتورك، هذا خط احمر. انسى، تروح تشوف مثلا صورته كيف ما تهدر عليه ولا كيف ما تستهزى ولا تضحك، راح ممكن راح تصير لك قضيه كبيره ويسوي لك مشاكل حتى توصل للعداله. ثم انتبه، هذه الحاجه ما تزيدش تدور فيها. وعندهم ثاني ميزه اللي ممكن احنا الجزائريين تقريبا نتشابهوا فيها، هي لا تنظر في وجه التركي، ما تبقاش تغزر فيه، لانه تم ثاني يقول لك ني باكيم، يعني ما لا تنظر شك تشوف فيها، يتقلق وتحفي من المناشرات، لانه الشعب مقلق، هما مقلقين، ما باش عندهم الستريس، عندهم ضغط في حياتهم. على هذيك احنا نحترموا ونعيشين عندهم، لازم نعيشوا كما يحبوه كما هما يعيشين، باش نتاقلموا معاهم، باش ما نطيحوش في الاخطاء ونولوا في المشاكل. على هذا الشيء نقول لكم ما تنظرش في وجههم. عندنا ثاني ديك حاجه اخرى، اللغه. اللغه التركيه مثلا كما احنا واش نقول لك، اللغه التركيه عندهم حاجه كبيره بالنسبه لهم، ما يحبوش يتكلموا حتى لغه واحده اخرى، حتى ويكون يعرف يتكلم معك اللغه تاعك ولا انجليزيه ولا في عربيه، وما يحبش يحكي معك. تلقاهم يحكوا اللغات الا في المناطق السياحيه او ناس قراب ليك بزاف. ما عندك كنت تخرج خارج اسطنبول مثلا، ما يحكوش، يحكوا غير تركيه، ما يحكوش لغه ثانيه. فهمتوا جماعه؟ ثم تعلموا شويه اللغه التركيه قبل ما تجوا لهنا. كاينه حاجه واحده اخرى ثانيه تيك ان احنا ما نعرفوهاش، هما الشعب يحب الشاي او لاتاي كما نقولوا احنا بدرجه كبيره، ممكن تشرب معاه 20-30 كاس شاي في اليوم. مثلا يخدم معك في المكتب، كل دقيقه يجيب لك شاي شاي شاي. وعندهم حاجه عيب وتطيح قدر، لو كان يجيب لك الشاي وما تشربش. حتى في المقاهي عندهم، في عندهم ميزه، الناس اللي زارت اسطنبول يعرفوها، والناس اللي ما زارتش انا نقول لهم جايين سياحه ولا شيء، لما تدخل كافيتيريا او تشرب شاي، لازم كي تكمل الشاي تاعك تحط الملعقه، المغرف كما نقولوا احنا، فوق الكاس. هذه اشاره تقول باللي انا ما نزيدش نشرب، لانه لو ما تحطش ما تحطش الملعقه فوق الكاس، راه كل دوره يجي لك السيرفر يدي لك الكاس يجيب لك واحده معمر، انت ما طلبش منك هو يجيبه، لان هذه هي عقليتهم. كان حاجه واحده، حتى ولا كان عزمك واحد على الشاي، من الافضل انك تشرب الشاي حتى ولو ماكش قادر، لانه راح يزعف عليك وراح تصير يزعف عليك، يعني ما نقولك تصير مشاكل، لكن راح تصير يزعف عليك وحيدي عليك نظره ماشي مليحه. وكان في الاكل، لما يكون عندك عزومه تاع واحد تركي يعزمك، لازمك تكمل الصحن، لانه هذا شرف ليه. لما تكمل الصحن تاعك ولا شيء حاجه، هو اذا ما كملتوش معناها ماكش ما عجبتكش الاكل، ما عجبتكش الاكل، وراح يتقلق هو. على هذه كمل سيك، حاول تكمل طبسيك. ولا جاب لك مثلا ساكن هنا في تركيا وجاب لك شيء تركي، جاب لك حاجه سواء صحن سواء اي حاجه تحتاجها في البيت، ولو انت ما تحتاجهاش شدها، معليش شدها ودخلها للدار، ما دي نرميها كبها في الزباله كما يقولوا السوار، ما يهمكش، لكن شدها عليه. لو ما شديتهاش عليه راح يزعف منك،
راح يزعف منك وراح يدي عليك نظره مش مليحه. لهذا الشيء انا نقول لكم اعطيتكم اشياء اللي ما يحبوهاش الاتراك لين اي في تي. يعني ثاني تكلم بصوت عالي. الناس في الحافلات او طرواي ولا مترو يعني وسائل النقل بصفه عامه، حنا الجزائريين نتكلموا كثير ولا العرب ولا نتكلموا كثير باللغات، الصوت عالي واشارات. انا نقول لكم هذا الشيء ما ديروهش لانه راح يزعجهم، وممكن كاين ناس عندهم ضيق في قلب ممكن يشاركوا مشاكل على هذيك. انا نقول لك في وسائل النقل نقص في الصوت تاعك واحكي الا بالعقل. مو هذا واش هو، حاول لانه احنا نعرفوا بلي نعرفوا ما نقدروش الحاجه هذه. فكان شيء واحد اخر، الشباب تاعنا مالوروزمون وهذه عاده مش مليحه، يعني سواء في طوكيو ولا في الجزائر ولا في كل بلد العربيه، والناس ولا تديرها بزاف، هو المعاكسة البنات. هذه معاكسة البنات يا شباب، لو عملتها هنايا تعاكس بنات تركيات ولا اي جنسيه، راح شوف راح يضربك ضرب اللي ما شفتوش في حياتك. سمع عندها غير انسى تعاكس يعاكس بصح، لكن اذا باحترام ولا، لكن اذا مثلا زعجت هذيك البنت راح تخلصها اكيد. هنا ما هنا نقول لك راح تخلص، ما تقوليش انا جزائر ولا انا هكا وانا واعر ولا ما كاش، هنا يضربوك باش تفهم هما ما يحبوش. لا نتيك الناس اللي مثلا كل ما تروح المسجد عندهم حاجة عكسنا حنايا، هي انهم يلبسوا الجوارب تقاشر. داخل المسجد حاجة اجبارية انك تكون لابس تقاشر، فهمتوا كيف؟ ما تقوليش كيف في الجزائر ولا، ما تقارنش بين بلدك وتركيا. مادام جيت لتركيا سواء سياحة أو مقيم لازمك تلتزم بتقاليدهم وتلتزم بشعائر تاعهم. هما ناس يحبوا الآثار بزاف، يحبوا آثار الآثار، تشوفهم مهتمين كثير بالآثار ويشوفهم كثير يعني وقروا هذه الحاجة. هذا الشيء نقول لك المساجد لما تدخل تصلي صلي بالجوارب تاعك، يعني مش هتلقاهم هما بدون جوارب. حاجة أنا لما الآن نقول لكم ردوا بالكم منها، ثاني انتم مثلا ما ردوا بالكم منها، هو النصب في الاماكن السياحيه. ممكن ترى تمشي في الشارع منا تهضر مع صاحبك ولا هاك، يجي لك واحد يقول لك اه فيه مطعم ملهي، فيه احنا نبيعوا هذو الحوايج، فيه نادي ليلي، نادي سهرات ليليه، في هذه ها راح تخلصها. نقول لكم صراحه لان تروح لتما راح تلقاها هذه كاينه فيديوهات هذو اخرين، راح تلقى ناس اذا شربت نتايا ولا قدرت كاس تاع 20 ليره 30 ليره اكل راك رايح ترجع لك بالك فاتوره 3000 4000 ليره، يقول لك تخلصها وتصير في المشاكل. ونفس الشيء يعني ايفيتي هذا المشاكل. يعني كان حاجه واحده اخرى في الطريق تاعك ممكن يبدل بيك الطريق. على هذا الشيء نقول لكم الطاكسي شيء غير مهم. والنقطه المهمه انه النقود المزوره خاصه في الطاكسيات، يرجع لك يعرفك انت سياح جاي سياحه ما تعرفش الدراهم مليح، حيرجع لك الصرف بنقود مزوره. هاي صارت كثير، انا يعني هذه تردوا بالكم فيها. والحاجه اللي حتشوفوها بزاف واللي حتشوفوها مغايره على بلداننا احنا هو ظاهر التدخين، سواء كان نساء او رجال. هذه دخلت في تقاليدهم، يعني مش هتخلعوا فيها لانهم كلهم يدخنوا، وهي عزمك يقول تدخن وكلهم يدخنوا، يعني ما عندهمش مشكله في التدخين. لهذا مش هتخلعوا فيها، تشوفوهم يدخنوا يقول اه يعني هذه حاجه ظاهره موجوده عندهم. مشاهدينا ان شاء الله كنا خفاف عليكم وجبنا لكم مش يفيدكم في هذا الفيديو القصير. ما تنساوش اشتركوا في القناة وضغطوا على زر الاعجاب وفعلوا الجرس. السلام عليكم.